انا عن نفسي اول مره يعني دايما في جديد، يعني انت السيناريوهات بتقعد تتخيل ايه اللي ممكن يحصل اكتر من كده، تلاقي ان لسه في اكتر واكتر واكتر. والله يا دكتور للاسف الشديد يعني اخر حاجه اصبحت في مصر تتحدث عنها في كره القدم هي فنيتها وما يحدث داخل المستطيل الاخضر، لان ما يحدث خارج المستطيل الاخضر هو اللي طاغي في الوقت الحالي، واصبحت يعني كره القدم لا تمثل 10% مما يدور في احداث في الـ في الـ في الاحداث الجاريه داخل، يعني مفترض انها مرتبطه بكره القدم لكن الاحداث كلها اصبحت مرتبطه بالازمات، وزي ما انت كنت بنقول يعني ازمات على كل لون، تسريبات، تدوينات، تغريدات، كل شويه كل شويه تلاقي ازمه جديده تتصدر لك على الشاشه. شفنا بدايه كانت الازمه مع النادي الاهلي قبل بطوله الامم افريقيا، والنادي الاهلي اكثر من 5 بيانات اغلبهم يعني نفس الصيغه ومكرر، الازمه مع الاتحاد الافريقي، ازمه التذاكر، قلنا خلاص الموضوع هينتهي بمنتهى المباراه، لا النادي الاهلي اصر على استكمال الخط بتاعه في الشكوى، وكان طبعا اشتكى للمحكمه الرياضيه، بعد كده فوجئنا ان كله ده اختفى، وبدانا لينا شفنا في المؤتمر اللي حصل هو المؤتمر الكابتن الخطيب وكل التركيز على اتحاد الكوره اللي كانت اول مره برضو تحصل في التاريخ، ان خناقه على الهواء بين اتحاد الكوره والاهلي، النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب بيصرح بتصريحات واتحاد الكوره بيرد ببيانات صحفيه في نفس التوقيت، برضو واقعه لم يعني غير مسبوقه قبل كده. طيب بعد كده طبعا الدنيا لم تنتهي هذا الامر، اتحاد الكره بدا يسخن، بدات تطلع الناس تتكلم، الاستاذ جمال علام، والغريب بقى ان هو برضك ايه من كانوا في الصوره قبل كده قال لك لا واحنا هنسكت، ما فرصه، محدش عارف ايه اللي بيحصل، ممكن احنا نرجع تاني. فوجئنا الاستاذ احمد مجاهد بعد فتره طويله من الصمت، وهو يعني من الناس اللي هي كان اسباب تدميره للكره المصريه في الفتره اللي كان تواجد فيها بصراحه، هو رجع بقى للساحه تاني قال لك خلاص بقى ما هو فرصه، كله بيتكلم وكله ايه يدلو بدلو، بدا يتكلم عن كروش ودوره. الملعب يستحمل يعني. اه طبعا. وبعد كده المهندس عارف انا عارف ملاعب الرجبي اللي هو كله بيخبط كله في كله طبعا كله احداث كبيره فين؟ بص اصل الصوره لما تبقى كده مش عارف ايه اللي هيحصل بكره، وخلي بالك احنا يعني شعب عاطفي برضه، بنصور نصور وفجاه تلاقي الدنيا اتغيرت، يعني انت لو متابع اللي حصل مع الكابتن ايهاب بعد الماتش تاني يوم من النهارده تالت يوم الناس بدات، طب هو ليه الكابتن ايهاب ده حاصل عليه ده كله؟ وليه هو ليه الناس كلها بتهاجم الكابتن ايهاب؟ فبدات حتى الناس تهدى شويه، المهندس هاني ابو رضا برضه دخل على الخط امبارح، فالاستاذ جمال علام سخن ورد، يعني الاستاذ كلنا عارفين علاقته بالاستاذ جمال، قال لك لو المهندس هاني ابو رضا والاستاذ احمد مجاهد عاوزين يرجعوا تاني لاتحاد الكوره، اللي بيعملوه ده مش هيرجعهم اتحاد الكوره، واحنا مش هنمشي لجبانه جمعيه عموميه. وزاره الرياضه دخلت على الخط، سياده الوزير يعني النهارده كان لسه انا بكلمه يعني من دقيقه معدوده قال لك لا احنا وزاره الرياضه بدا لجنه تقصي الحقائق، لانه كان في لجنتين، في لجنه تفتيش مالي واداري ومتواجده باتحاد الكره كشان شان الاتحادات كلها، وفي لجنه تقصي الحقائق الخاصه بنهائي دور الابطال هتبدا من بكره. هتبدا من بكره فعاليتها، تمتد فعاليتها لمده 5 ايام عشان بحث من المتسبب في الازمه. يبدو ان موقف الوزاره استاذ بليغ مساند لوجهة نظر الأهلي، ويبدو أن الوزارة يعني حاطة اتحاد الكورة في قفص الاتهام، مش بس في القصة دي حتى في قصة المنتخب واختيار إيهاب جلال وغيره. بص أنا أقول لك حاجة، هو يمكن قد يكون أنه عشان تصريحات الكابتن محمود الخطيب وإشادته بالدكتور أشرف صبحي، وأن هو الوزارة كانت أسرع في التحرك، أن الاتحاد الكورة يعني تباطئ في ارسال الخطابات على النادي الاهلي زي ما قال الكابتن محمود الخطيب لمده 4 ايام، ولولا تدخل الوزير ما كانش في حل. لكن انا عاوز اقول لك حاجه، هو خلينا نتكلم بالامانه، اتحاد الكوره مشكلته في ازماته من الداخل. يعني انا كنت بقول يعني مثلا الكابتن ايهاب لما اتكلمت كان يقول لك لسه ما تقدرش تحكم عليه دلوقتي، بس انا كنت بقول القصه في شخصيه المدرب، شخصيه المدرب ما ظهرتش من ماتش غير مع الكابتن ايهاب فما اقنعش الكثير، شخصيه مجلس الاداره ده لحد الان ما اقنعتش الناس، الناس النهارده بتقارن بين الاستاذ جمال علام وبين الكابتن سمير زاهر والكابتن احمد مجاهد، عارف مين كان في المجلس الكابتن سمير زاهر وازاي كان بيدير الملفات، الكابتن جمال علام تحس انه يعني سيطرته على المجلس والاعضاء اللي معاه وكابتن حازم والكابتن بركات وكل واحد بيصرح في حته تانية الامور تلاقيها في سكه تانية، يعني في على الطياره، على الطياره هم راجعين من اثيوبيا في 3 اعضاء من مجلس الاداره هددوا بالاستقاله وقال لك لا احنا مش هنكمل في المجلس ده، واحنا خلاص يعني الناس كده زي ما بيقولوا بالبلدي ودي اتقالت لفظا يعني الناس رمت طوبتنا، فاحنا خلاص هي مساله طب استنوا الناس بتهدى والناس بتنسى. ما كانش في الا 3 اعضاء في الطياره. ما انا بقول لك كان في هددوا. لا ثلاثة لا انا اقصد على النقاش. في 3 تهددوا ان هم في مجلس الاداره مش هيكملوا. اه هتكلم عن وهم محمد بركات وحازم امام. ما هو مجلس الاداره برضه انقسم
في حاليا في جبهه اللي هي بتاعت اللي هو مشهور وحازم امام وبركات، وفي جبهه تانية اللي هي فيها الاستاذ جمال علام والدكتور ايهاب الكومي ونائب الرئيس ومحمد ابراهيم خالد الدرندلي. فاتحاد الكوره انقسم على نفسه، فازماته بدات هي اللي هتبقى مسيطره. فاكتر يعني بقول لحضرتك، ففكره الوزاره المسانده للنادي الاهلي هو بس عشان تصريحات الوزير، هو الكابتن الخطيب محمود الخطيب اعتقد ان هو لجنه تقصي الحقائق دي لن تضيف جديد، لان النادي الاهلي قدم بالفعل بدا يقدم الاوراق اللي هو متعلقه نفس اللي قاله الكابتن محمود الخطيب. طب ايه اللي حصل؟ ليه انتوا ما بعتولناش الجواب؟ ليه ما ادتولناش الورق في وقته؟ اتحاد الكوره برضو بعت الورق ان هو ما يتعلق باللائحه، احنا كنا اللائحه كانت مع النادي الاهلي، النادي الاهلي ده يعني ايه بيهول الازمه، النادي الاهلي بيداري ان هو مجلس ادارته ما اتحركش. طب وبيضرب مثل ببيراميدز، بيراميدز لما جت تقدم هي اللي دورت وهي اللي بحثت في الامر.